حادثة لحافلة سياحية ببن عروس تطورت جديدة للحالة الصحية للمصابين. وهيئة الانتخابات 604 شغورات بالمجلس أو بالمجالس المحلية ومجالس الأقاليم. إلى تفاصيل النشرة ونستهلها بالشأن الصحية المحلية، حيث اختتم منذ قليل الملتقى السادس لطب الخواص بالقيروان الذي ينعقد بتنظيمنا نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص بالقيروان بشراكة مع الجمعية الطبية بالقيروان والإدارة الجهوية للصحة بالجهة. واشتمل برنامج الملتقى على عدد هام من المواضيع الصحية المطروحة والمهمة من طرف عدد من الأطباء من القيروان ومن ولايات أخرى على غرار ولاية المنستير صفاقس وسنابل وتونس. وشهد اليوم العالمي حضور كثف من الأطباء من القطاعين العام والخاص، كما شهد طرح عدة مواضيع مختلفة على غرار طب الأطفال وطب القلب وطب الحنجرة الأنف والأذنين. واختتم الملتقى بمراوحات موسيقية تقليدية حزب القيروان تترجم البعد التاريخي لمدينة القيروان. عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه بخصوص انتشار الحشرة القرمزية وفتكها بزراعات التين في عدة مناطق من البلاد التونسية، وأوضح أنه في حين اعتمدت عدة بلدان جهودا وقائية في مقاومة الحشرة القرمزية، عمدت تونس إلى اتخاذ إجراءات ما بعد ظهور الآفة وعملت على مقاومة انعكاساتها الضارة، ما أدى إلى تكبد خسائر مادية دون نجاح في الاجتثاث النهائي لهذه الآفة. واعتبر المنتدى خلال التقرير السنوي الذي أصدره قسم العدالة البيئية والمناخية حقوق بيئية تغيرات مناخية عدالة بيئية واجتماعية نشر يوم 18 من أفريل الجاري بأن آفة الحشرة القرمزية تخطت أشواطا بفعل بطء وعدم نجاعة للتدخلات الرامية لاحتواء انتشارها. غادر جميع مصابي حادث انزلاق الحافلة السياحية الذي جد صباح اليوم الخميس بمحول برج السدرية المدخل الجنوبي للعاصمة تونس للمستشفيات بعد استكمال تعهد طبية وإخضاعهم لكل الفحوصات والتدخلات الصحية اللازمة باستثناء حالتين ما زالتا قيد المتابعة الصحية بقسم العناية المركزة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وفق ما أفاد به أو ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بتونس ببن عروس ريما طرابلسية. وأوضحت طرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن عدد المصابين من السياح الأجانب الذين كانوا على متن الحافلة واستقبلتهم المؤسسات الصحية الاستشفائية بلغ 23 مصابا من جنسيات مختلفة، توزعوا على 18 مصابا بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، 3 مصابين تم تحويلهم إلى مستشفى شار نيكول بالعاصمة، ومصابين 2 من الأطفال تم توجيههم إلى مستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون. وقد خضع جميع المصابين وفق ذات المصدر إلى تعهد طبي كامل من قبل مختلف الأقسام الطبية المعنية بعد إجراء كل الكشوفات الطبية والقيام بالتشخيص الطبي المعمق لحالتهم حالة بحالة لتأذن المصالح الطبية، ذلك بمغادرة كل المصابين باستثناء حالتين ما زالتا تقيمان بقسم العناية المركزة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس وطفلين 2 بمستشفى البشير حمزة للأطفال، باعتبار بأن والدتهما ما زالت تقيم بقسم العناية المركزة، فرغم الإذن لهما بالخروج تم تمديد إقامتهما بالمستشفى مع مرافق إلى حين تعافي والدتهما وخروجها من المستشفى. انتهت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات أمس الجمعة من سد كل الشغورات الحاصلة في المجالس المحلية والمجالس الأقاليم، وعددها 104 شغورة وفق ما ينص عليه الفصل 38 من المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000 المتعلق بسد الشغورات، وذلك عقب الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في 3 من أفريل 24 و2000. في سياق آخر، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني. وقال عباس في مقابلة مع وكالة وفاء الفلسطينية بأن الفيتو الأمريكي مخيب للأمال وغير مسؤول ويشكل عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وتحديا لإرادة المجتمع الدولي. وأضاف عباس محمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، والإبادة المستمرة على شعبنا والحملة المسعورة على الأونرا ستدفعان المنطقة إلى شفاء الهاوية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اختتام الملتقى السادس لطب الخواص بالقيروان وحادثة الحافلة السياحية ببن عروس تطورت الحالة الصحية للمصابين، وهيئة الانتخابات سد 104 شغورات بالمجالس المحلية ومجالس الأقاليم.
نهاية النشرة الإخبارية المفصلة قدمها لكم نصر الدين حميدة. ألتقي وإياكم في مواعيد إخبارية أخرى وفي أمان الله.